بيكم في حلقة جديدة من هاند ميد على سوبر ماما. زهقتي من لون الأوضة عندك؟ عندك ويك اند فاضي كده؟ انت عارفة انك ممكن تدهني الحيطة من غير نقاشين ودوشة والناس تيجي وناس تروح. الدنيا سهلة جدا جدا جدا. هقولك ايه الحاجات اللي تشتريها ومحتاجة تلبسي تيشيرت مستغنية عنه وتعصبي راسك كده وزي. تعالي معي. تيب وده شريط ورق، فرشة صغيرة، رول صغير، رول كبير، اللون اللي هتدهني بيه الحيطة، وده بيتخفف ب10% مية. أول حاجة هتعمليها إن إحنا هنعمل تيبينج للحتت اللي مش هتدهن، يعني السقف، الوزر، حلق الباب، حلوق الشبابيك، لو ما بين حتتين لو هدهن حيطة واحدة، وفيشك كهرباء. التيب بتاعنا ما بيبقاش زي السيروتيب العادي، لا ده بيبقى ورق. بالنسبة للأبواب بنلزق التيب بالمنظر ده للأبواب أو للحيطة اللي أنا مش عايزة أدهنها وعايزة أحميها، كمان للسقف وللوزر. أول حاجة بقى هندهنها هنستعمل فيها الفرشة والرول الصغير، لأن في حتت في الحيطة عند الوزرات وفي الأركان وعند السقف مش بيزبطهم الرول الكبير مظبوط، فمحتاجين دقة أكتر، فبستعمل الفرشة الأول وبعدين الرول. بغطس الفرشة لحد التلت بتاعها بس في الدهان، وبعدين بمسحها علشان أنزل الزيادة، وبدهن على الحروف بتاعتي بطول الفرشة بعدين بجيب الرول الصغير بلفه كده على سطح البوية، بيلف معايا، هنزل الزيادة على الحرف، وبعدين بعيد على الفرشة بالرول بتاعي علشان الدهان ياخد نفس الحبة اللي هدهن بيها بقية الحيطة، ما يبقاش واخد علامات الشعر بتاع الفرشة. وبعد ما عملنا الجناب الرفيع هندهن بقى بقية الحيطة. هنستعمل الرولة الكبيرة، وعشان انا قصيرة ومش هطول لاخر الحيطة، وغالبا انت كمان مش هطولي اخر الحيطة، هنركبها في عصاية نقش كده. بلف الرول بتاعي على سطح الدهان بالجنب كده اهو لحد ما يتكفي كله، شايفة ازاي الكسة كله، وبعدين بنزل الزيادة باني بهزها كده شوية، وبعدين بطلع بيها على الحيطة. ببتدي ادهن الحيطة من تحت لفوق، وخلي بالك انك لازم توصلي للسقف لانك مش هتعرفي ترجعي له تاني، فلو ما دهنتيش الحتة لحد ما انت عايزة في الطول هيبقى صعب قوي عليكي وما ينفعش انك تدهني. بفضل رايحة جاية على الحيطة فوق تحت، وما الرول بتاعي ينشف بعبيه تاني بنفس الطريقة. بعد كل متر بدهنه برجع اعيد عليه بالرولة فاضية ما بملهاش تاني في اتجاه واحد من تحت لفوق، علشان اساوي الدهان بتاعي ما يبقاش فيه حبحبة او اختلاف في الالوان او لمعة. تخلي بالك انك بتدوسي خفيف قوي علشان في دهانات لو دوستي جامد ممكن تعمل خطوط تعلم في الحيطة. الخطوة دي مهمة قوي وما ينفعش انك تفوتيها. دي الحيطة بعد اول وش دهان، ما تتخضيش لما تلاقي نقط بيضة كده هوت، لان دي بتروح بعد الوش التاني. الوش التاني لازم تستني ساعتين بالقليلة في الصيف عشان تدهنيه عشان تبقي في الامان. وما تنسيش ان الجفاف بتاع الدهان بيعتمد على التهوية، افتحي شبابيكك بقى كلها وخلي الهواء يدخل البيت والدهان بتاعك ينشف. بعد ما دهنا الوش الثاني واستعملنا نفس الخطوات بتاعت الوش الاولاني، دهنا بالفرشه الصغيره والرول الصغير الجناب، وبعد كده هو دهنا بالرول الكبير، بنستنى بقى الحيطه بتاعتنا تنشف. عشان تعرفي ان الحيطه بتاعتك نشفت تماما لما بتبصي لها من الجنب ما بتلاقيش فيه اي لمعه، ولو عديتي ايدك على الحيطه ما بيطلعش في ايدك اي دهن. لو انت بقى من الستات اللي بيغسلوا الحيطه او كده هوت، لازم تستني على الاقل بعد ما تدهنيها 45 يوم علشان يكون الدهان نشف تماما وما يطلعش منه اي حاجه او يتاثر بالميه اللي هتغسلي بيها. ايه رايك في لون الحيطه الجديد بتاعي؟ انا شخصيا عاجبني جدا،
عموما لو عندك اي استفسارات عن دهان الحيطان ما تتردديش انك تسيبي لنا تعليق تحت الفيديو، وما تنسيش تعملي لنا لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكيش اي حاجه من سوبر ماما. اشوفك الحلقه الجايه في هاند ميد. باي باي.